مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده السادسه تبدا النهارده مع حضراتكم، بواثقين باذن الله في الفوز. تقدر تقول كده بعد مرور تقريبا 24 ساعه الدنيا اكثر هدوءا بعد ردود افعال صاخبه جدا طبعا بعد مباراه الذهاب اللي فاز فيها الاهلي بنتيجه 2-1 وسهل باذن الله على نفسه المهمه، ويكفينا الفوز بهدف يتيم، يعني مش هنبقى طماعين حقيقه، والاهلي قادر انه يفعلها. ومرينا بظروف صعبه كتير جدا اثبت فيها الاهلي برجالته وبنجومه ان هو قد كل التحديات مهما كانت المباراه على ارض الوداد وفي ملعبه وفي وسط جمهوره. الاهلي باذن الله قادر على تحقيق الفوز في المغرب، الفوز ولا شيء غير الفوز. من بكره تبدا رحله استعداد. النهارده قرر مستر مارسيل كولر انه اليوم النهارده يبقى راحه للعيبه، ومن بكره ان شاء الله يبقى بدايه الاستعداد لمباراه العوده في المغرب ان شاء الله يوم الاحد. الفريق هيتمرن اربع ويتمرن كمان تمرين صباحي يوم الخميس في القاهره، وبعد كده يستقل طائره هتكون بالمناسبه طائره خاصه للسفر طبعا للمغرب والاستعداد لمواجهه الوداد. طبعا كابتن سمير عدلي كابتن سعد عبد الحفيظ هيسبقوا البعثه عشان يحضروا كل ما يتعلق باقامه النادي الاهلي والتجهيزات والملاعب بتاعه التمرين وفنادق الاقامه وما الى اخره.